شوف اخوتي دابا بالنسبه انتم شوفوا هذه الزيتونه هذه كيفاش دايرها، راه واخا جبرك عليها باقصى القوه ديالك الجهد ديالك كامل راه والو، راه ما غاديش، راه ما فيه زيت، راه مازال ما دابا الا شريتي الزيتون حاليا من 8 يطرو حتى 10 يطرو راه ما غاديش يخرجك، راه غتشقام عليك الزيت بثمن خيالي، وغيتشقام عليك الزيتون بثمن خيالي وما غيعطيكش. الناس اللي باغيين يشريو الزيتون ما تسرعوش اخوتي باش ما تمشي لكمش فلوسكم في الخاوي وطي عليكم الزيت غاليه. بالنسبه للناس اللي غادي يطحنوا الزيتون يعني غادي يشريو الزيتون ويعصروه في هذه الوقيته ما تسرعوش ما تسرعوش ما تسرعوش، انا كنقولها لكم وكننبهكم وكتنويه جميع المتتبعين وجميع المغاربه، راه مازال الحال ديال طحين الزيتون، راه واخا غادي تشريو الزيتون دابا وغادي تعصروه يعني في هذه الوقيته كنهضر لكم في هذا التاريخ ديال هذا التالي ديال شهر 9 مع شهر 10 راه ما غاديش يعطيكم الزيت، ما غاديش يعطيكم الزيت، انا تنقولها وكنكررها يعني الرزاق هو الله، ولكن يجب الاخذ بالاسباب وكمال الاسباب. علاش؟ لان الوقت ديال الزيتون تيبدا حتى لشهر 11 نص شهر 11 وجا غادي ديك الساعه تيكون الزيتون طاب وكيعطي الزيت في الروندما، الروندما يعني كل 100 كيلو شحال كتعطيك من يطرو الزيت. اما دابا حاليا راه الا شريتي الزيتون ومشيتي تعصرو في الماء اسرى راه ما غاديش يعطيك الزيت، غيعطيك من 8 يطرو حتى ال 12 يطرو، وراكم عارفين دابا الثمن، الثمن دابا حاليا ديال الزيتون حاليا بعض المناطق راهم بداو الزيتون كمراكش، يعني واحد مراكش راهم بداو حاليا في الزيتون، الثمن عندهم راه واصل من 9 دراهم حتى 10 دراهم، وتشري انت الثمن الزيتون بهذا تشري الزيتون بهذا الثمن هذا وتمشي تعصره في المعصره ويعطيك واحد 8 يطرو، ولا هذاك راه غيطيع عليك بثمن خيالي، وهذا الشيء اللي ما بغيتكمش تطيحوا يعني في هذا المشكل هذا. المهم انا كتنويه وكتنبيه لجميع المغاربه وجميع المتتبعين، مهم خليكم معنا وكملوا معنا الفيديو حتى التالي باش تستافدوا وتعرفوا اكثر على بخصوص هذا النوع ديال الزيتون ديال الشجره المباركه وتعرفوا جميع التفاصيل وجميع المعلومات. هانتوما اخوتي راه والو، راه ما فيش الزيت نهائيا، ها هو الزيتون راه جاب تبارك الله هذا العام كاين الخير والبركه، وكذلك حتى في الوقت اللي غادي تصبروا ان شاء الله تيبان شهر شهر 11 راه غيبان السوق، يبان الثمن ديالو الحقيقي، لان الثمن دابا مازال ما باينش. راه كنت شاركت معكم فيديوهات في السابق وقلت لكم بان الثمن الزيتون كان وصل من 8 درهم حتى 12 درهم ديك الساعات باش شراوه الناس، راه كاين الناس اللي لقاش راه كاينين بعض البياع والشرايا يعني كيسبقوا الاحداث كيشريو في النواره كيشريو زيتون مزايا يعني كيكون المزايدات وداك الشيء، ولكن راه ربي سبحانه وتعالى فوق كل شيء، انا كنقول هذا الشيء ويعني كنبين لكم وكنوريكم شنو كاين، لان السوق هو اللي تيحكم، الا كان يعني الزيتون موجود بكثره راه غيكون الثمن ان شاء الله منخفض ونترجاو من الله يكون واحد الثمن مناسب في قدرة الشرائية الجامعة، هادشي اللي غادي نكونوا باش كلشي ياكل ويشرب، كلشي ياكل زيت، كلشي ياكل زيتون. المهم اخوتي خليكم معنا وتبعوا معنا الفيديو التالي ان شاء الله باش تستافدوا، انا كنقول لكم هادشي ماشي باغي كنقول معلومات غالية، داكشي اللي كنعرفو كنشاركو معاكم، خليكم معنا وما تنساوش اخوتي دائما تشجعونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد، وما تنساوناش الا عجبكم الفيديو ما تنساوناش لي كومونتير ولي لايك، واي معلومة احتاجيتوها مرحبا مرحبا ومرحبا. السلام عليكم، اهلا وسهلا الاخوان كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير، نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. من هذا النهار ان شاء الله غنتكلموا على الزيتون، يعني بدايه موسم الزيتون، كاين بعض المناطق اللي بدا فيهم الزيتون، حنا بالنسبه للمنطقه هنا مازال ما بدا الزيتون، ولكني كنصيحه وكتنويه للاخوان يعني المستهلكين والمتشبعين الكرام، هذا الوقت ديال الزيتون راه مازال ما بداش اخوتي، راه كاين بعض المناطق بدا ولكني واخا تشريو الزيتون راه ما غاديش يعطيكم الروندمون، يعني راه غادي تضيعوا فلوسكم، راه غادي تقام عليكم الزيت بواحد الثمن اللي هو خيالي، راه واخا تشري الزيتون ب 10 دراهم قنطار غادي يعطي عليك ب 100 كيلو ب 100000 فرنك، ولكن في الزيت راه ما غاديش يعطيك الزيت. ها انتم شوفوا اخوتي دابا بالنسبه انتم شوفوا هذه الزيتونه هذه كيفاش دايرها، راه واخا جبرك عليها باقصى القوه ديالك الجهد ديالك كامل راه والو، راه ما غاديش، راه ما فيه الزيت، راه مازال ما طابش. انا كنصيحه اخوتي للمتتبعين الكرام، بغيتو الزيتون تشريو الزيتون حتى يدخل شهر 11، من شهر 11 15 يوم شهر 11 ديك الساعه تكون الروند ما بانت، تيكون الثمن بان والروند ما كتكون بانت، يعني الروند ما بالنسبه للناس ما تعرفوش شنو هي الروند ما، الروند ما هي عدد الليترات ديال الزيت في كل 100 كيلو، يعني 100 كيلو ديال الزيتون شحال كتعطيك من يطرو ديال الزيت، هذا الشيء اللي بغيت نوريكم اخوتي باش تعرفوا اللي كاين، ما يجي ما يدوخكمش شي واحد حاليا يقول لكم الزيت راه ما كتعطيش الزيت، راه الا عطاتك 8 يطرو من 8 يطرو حتى 12 يطرو قول راك راه عطاتك، فهمت هادشي اللي غتعطيك دابا الا شريتي الزيتون حاليا من 8 يطرو حتى 10 يطرو 12 يطرو ما تعداها لكش في هذا الوقت هذا،
ولكن الا خليتو الزيتون حتى يطيب على خاطر الوقت ديالو، راه اي حاجه ملي كتكون كتجي في الوقت ديالها راه كتعطي المفعول ديالها وكتكون هي هذيك. شوفوا تبارك الله، هو الزيتون هنا بالنسبه للمنطقه الزيتون والد، فيه الخير والبركه الحمد لله كامل، ها انتم كله والد، ولكن راه مازال ما طابش، راه مازال ما طابش. ما نبغيوش نغصبوا دابا الشجره ويعني كلشي غادي يضيع. بالنسبه لمول الشجره كذلك، واخا يبيعها ما غتعطيش هذاك الشيء اللي عطاه، من الاحسن كتخليها كيطيب الزيتون على خاطرو. ها انتم اخوتي الزيتون تبارك الله راه جايب، ماشي غير الشجره ولا الشجر، كامل هنا في المنطقه راه فيه الخير والبركه. وهذه هي، هذه راه سقويه، ياك هذه سقويه، واه والو طاحت لنا انتم سقويه وما فيهاش الزيت. علاش مازال ما فيش؟ دابا ما كيعطيش، دابا راه الضغط يعني داك كيكون العصير مزيان واخا هكايا ما كيعطيكش الزيت والو، قاصح راه كنبرك بالاقصى قوه عندي ها والو. انا كنصيحه لكم اخوتي يعني ما تسرعوش، راه مازال الحال على وقت ديال الزيت، ولكن ما تشريش الزيتون دابا وطحنه، راه ما غاديش يخرجك، راه غتشقام عليك الزيت بثمن خيالي، وغيشقام عليك الزيتون بثمن خيالي وما غيعطيكش الزيت، ما غيعطيكش الزيت. انا كنقول لكم هذا الكلام، راه كاينين بعض المنتقدين كينتقدوا الهضره اللي تنقول، شحال من واحد كيخلي شي كومونتيرات تيقول لك زعما كتقول، انا راه ما كنقول حتى شي حاجه اللي خاطئه ولا شي حاجه اللي كنقولها يعني غايه يجيب يا فموكو، راه تنقول لكم شي حاجه اللي عن تجربه، عن تجربه انا تنقولها باش نكررها، راه عن تجربه شي اللي تنقول لكم، راه عن تجربه، راه ماشي غا كنخلط ونهضر. الا قلت لكم هذا الزيت راه ما غاديش يعطيكم هذا القدر ديال الزيت، انا ماشي كنعلم الغيب، ولكن هذه عن تجربه بان الزيتون مازال ما طابش. حنا عارفين هادشي، ان الزيتون ملي كيطيب كيولي يعطي الروندما، لان التجربه ام الدلائل. حنا كنبينوا الاخوان اللي ما عارفينش باش ما يتقولبوش كما تنقولوا باللغه ديالنا، ما دارش بهم. انا شحال من واحد مسكين ما عارفش، باغي يشري الزيتون تيجيو تيبقاو عليه تيزينوا له كذا الزيتون كذا، هادي غادي يعطيك في الاول راه مزيان، وبعد الاخوان تيقول لك يعني الزيتون البكري، هي متفق معكم الزيتون البكري يعني الزيت تكون مزيانه، ولكني ماشي في دابا راه مازال عليها الحال كذلك، لان ها هو وخصك الزيتون ملي يكون الزيتون البكري يكون الزيتون طايب، دخل شهر 11، دخل شهر 11 توكل على الله شري داكشي اللي قسمو لك الله في الرزق غتديه، عطاتك 100 كيلو عطاتك 20 لتر وراها في رزقك، عطاتك 26 لتر وراها في رزقك، كل واحد بحال كتعطيه. المهم حنا هذا كنهضر لكم الزيتون بلدي، هذا زيتون بلدي، الزيتون اللي كيبدا بكري كيبدا الاربيك وين كتبدا بكري، لان في شهر 10 نص شهر 9 كتبدا كيبدا الجنيان ديال الاربيك وين. المهم اخوتي انا كتنويه وكميساج واضح للناس اللي باغيين يشريو الزيتون، ما تسرعوش اخوتي باش ما تمشي لكمش فلوسكم في الخاوي وطي عليكم الزيت غاليه، هادشي اللي ما بغيتكمش تطيحوا فيه، يعني ما تقامش عليكم الزيت غاليه. هذا هو اللي كاين بخصوص هذا الفيديو ديال هذا النهار، هذا نتمنى هذا الفيديو يوصل للجميع، يعني الناس اللي الجميع المتشبعين وجميع المغاربه ان شاء الله، ويستافدوا غير باش يعرفوا هادشي اللي كاين. راه حنا ما كنهضروش عن فراغ ولا كنخلطوا ونهضروا، راه كنقول لكم شي حاجه اللي مجربه 100%، راه ما خلطتش اخوتي وبديت كنزوق لكم الكلام، انا تنقول لكم اللي كاين، والغايب يسول الحاضر، وسولوا على راسكم، سولوا على راسكم هادشي واش كاين ولا لا. وبالنسبه للناس راه كاينين الناس اللي عارفين هادشي هذا اللي كنهضر عليه، حتى هما يخليو لنا كومونتيرات ويقولوا لنا واش كلامنا على صح ولا لا. ها انتم الزيتون راه ما فيش، راه ماشي غير هذيك، لا اي وحده قال لها ترى ما فيهاش الزيت راه والو، واخا تبرك عليها حتى تعيا راه ما تعطيك لا زيت ولا حتى شي حاجه. وهذا هو علاش بغيت ندير هذا الفيديو هذا، باش نوضح للمتتبعين الكرام باش يعرفوا اللي كاين. ما تسرعوش اخوتي، راه مازال الحال على الزيتون، راه بنادم يعني الناس ولاو كيسبقوا الاحداث وكيبداو كلشي كيبغيو يبداوه بكري بلا وقت، والحاجه منين كتبدا بلا الوقت ديالها راه ما كتكونش هي هذيك. خليو الوقت ديال الزيتون ويبان السوق كذلك، حنا راه السوق دابا حاليا هما بادين دابا في واحد مراكش، بادي الزيتون، بادي الزيتون من 9 دراهم حتى 10 دراهم حاليا، يعني بتاريخ اليوم اللي هو 25 في شهر 9 2023، يعني الزيتون راه واصل من 9 دراهم حتى 10 دراهم في واحد مراكش على حاليا، ولكن في المناطق كامله مازال ما بداش عمومي في المغرب باش نعرفوا الثمن الحقيقي، لقاش السوق هو اللي كيحكم، يعني السوق هو الراس القرون كما كنسميو، كما كنقولوا باللغه الدارجه ديالنا، يعني السوق هو الراس القرون، منين كيبان الثمن وكتبان الروندما شحال الزيتون تيعطي، وكيكونوا المناطق مختلفين، هاد المنطقه كتعطي روندما مزيان، هاد المنطقه ما كتعطيش، الجهه الاخرى كتعطي، يعني كيكونوا معروفين البلايص اللي فيهم روندما مزيانه وفيهم زيت مزيانه. هذا هو اللي كانوا خصوصا الناس اللي كيشريو الزيتون البلدي، راهم عارفين كيشري الزيتون باغي يدي حاجه مزيانه
كيجيب الله التيسير صافي، كيشري حاجه مزيانه كتعطيه الزيت اللي مزيانه خضراء، المذاق ديالها مزيان، كتكون ثقيله شويه ما جارياش، هذا هو اللي كاين. اما بخصوص يعني الثمن ديال دابا كنصحكم راه مازال اخوتي الحال على الزيتون. انا غير باش ما تضيعوش راسكم وتقام عليكم الزيتون غالي وتقام عليكم الزيت غاليه وتبقاو تقولوا ايوا كنا ما كنت سحابني. من الاحسن كنصيحه اللي عجبته يعني هذه الهضره مرحبا، واللي ما عجبتوش راه شغلو هذاك. حنا كنشاركوا معكم يعني كنشاركوا معكم داكشي اللي عطى الله شرح ملح، داكشي اللي كنعرفوه وكنبغيوه لينا كنبغيو الاخوان ديالنا، هذا هو اللي كاين اخوتي. نتمنى هذا الفيديو اخوتي يكون في المتناول، واللي بغى شي معلومات اكثر على هذا الزيتون مرحبا والف مرحبا، ما كاينش اشكال. راه بزاف د المنتقدين انا عارف غينتقدوني على هذه الهضره ما غتعجبهمش، ولكن شغلهم هذاك. حنا تنقولوا حاجه اللي كاينه، واللي ما عجبتوش شي حاجه راه شغلو هذاك. المهم حنا اي حاجه خاصه بهذا الزيتون راه كنقولوها عن تجربه، وعن يعني شنو نقول لكم تجربه ديال المده ديال سنين، راه ماشي غاجيبها في موجود. وتحياتي لجميع المتتبعين داخل وخارج ارض الوطن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كنوصيكم عندكم تشريو الزيتون دابا راه ما فيهش الزيت، راه ما يعطيكمش الزيت، وغتقام عليكم الزيتون غاليه، وغتقام عليكم الزيت كذلك غاليه، غطي عليكم بواحد الثمن اللي هو خيالي، وما غتعطيكمش الزيت في الروندما واخا